لو سمحت لو سمحت عايز اعمل محضر. اهدى 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 بس اهدى اهدى. حاضر. افتح المحضر. احكي لي في ايه؟ مراتي مراتي خرجت من امبارح ولسه ما رجعتش لغايه دلوقتي. طب كانت لابسه ايه؟ لابسه ايه؟ لا مش فاكر. مش فاكر. طيب طولها كام؟ طولها تقريبا يعني من 150 ل 160 سنتي. اكتب. تفتكر وزنها قد ايه؟ وزنها؟ لا لا مش فاكر. ده ما يستدل. طيب هي خرجت مع حد؟ ايوه كانت خارجه مع جارتنا. جارتنا جارتنا دي 167 سنتي ووزنها 65 وكانت لابسه بلوزه سودا وجيبه ازرق سماوي وكانت لابسه كعب عالي وشعرها قصير ولمات توكه اخضر فاصفر وكانت لابسه سلسله فيها قلب اصغر كده قد حبه العدسه. لابسه سلسله قلب كده صغير. اي يلا من الاخر او من شعرها. يلا يلا من شعرها. شعرها قصير ولمام بتوكة اخضر فصفر ولابسه سلسله فيها قلب صغير قد حبه العدسه. كات زي الفل. خليزه لم وشك يا ريس. لم وشك يا مينا. ماشي اهو. اكشن. لو سمحت انت عايز اعمل محضر. اهدى 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 بس اهدى. افتح المحضر. قول لي في ايه؟ مراتي مراتي خرجت من امبارح ولسه ما رجعتش لغايه دلوقتي. طيب هي كانت لابسه ايه؟ كانت لابسه ايه؟ لا مش فاكر. لم يستدل. استنى يا ريس. خلاص. لا لا ثواني مش هتقف. انا بس كرسي ده ايه؟ طبعا ما يقعد وهو قاعد في ايه يا ابني؟ اوكي. لا عشان رجله. اوكي. مين وشك هنا؟ مين اللي وشك هنا؟ هنا؟ عندنا هنا. كمل معاك اهو. يلا. المشهد فين؟ المشهد فين؟ المشهد فين؟ لم يستطع. لابسه ايه؟ سويت وار. لابسه ايه؟ يلا عندنا. يلا تفتكر لابسه ايه؟ لم يستدل. تقريبا طولها كان قد ايه؟ من 150 ل 160. هل تفتكر وزنها كان كام؟ طيب في حد كان خارج معها؟ يا ريس هنا هنا وشك هنا وشك هنا. واستغراب بقى اقول لك الحوار. ماشي يلا يلا من عند ايه يا استاذ؟ كان معاها حد؟ يلا كان في حد خارج معاها؟ معاها جارتنا. طولها تقريبا 167 ووزنها 65 كيلو وكانت لابسه جيبه سودا وقميص ازرق كده سماوي وجزمه بكعب عالي يجي كده 5 سنتي شعرها بقى قصير كده ولما بتوكه خضرة فاصفر وصبغها 10 ولابسه سلسله صغيره كده فيها قلب صغير بحجم حبه العدسه. كات. يلا نكس من الاول. 3 2 1. مفيش دكتور في الاول. انا كرهت على طول. وخد وقت شويه في البتاع. بص كده خير وحاله. يلا يا ريس
أنا كرهت نفسي. وكرهت الدنيا كلها. وكرهت حماتي. وكرهت مراتي. ستيل يا ارجع تاني يا ريس. ارجع تاني. أنا كرهت نفسي وكرهت حماتي وكرهت مراتي. أنا كرهت نفسي وكرهت حماتي وكرهت مراتي وكرهت عيالي. كرهت الناس كلها. مش عايز أشوف حد. حتى كرهت الزحمة. حتى كرهت نفسي. دكتور هو انا عندي ايه؟ عندك حق. كات حلو جدا. اكشن. انا كرهت نفسي وكرهت حماتي وكرهت مراتي وكرهت عيالي. أنا كرهت الناس كلها. كرهت الزحمة وحتى كرهت نفسي. هو أنا عندي يا دكتور؟ عندك حق. جرس زي الجرس. تعالى جوه نرد على التليفون عشان نسمع. حاضر. ارجع تاني لوقتك اللي جاي كان كده. بس كده. بص الموبايل قوي يا علي. حرق. الو. ايوه حبيبتي. ايه؟ حاضر يا حياتي. ايه انت تمر يا قلبي؟ انت بتكلم مين؟ بكلم مراتي. ايوه حبيبتي. حاضر. عيني. حاضر حاضر. أول مرة أشوفك بتكلم مراتك بالرومانسية دي. رومانسية دي؟ ده أنا بقالي أسبوعين مش فاكر اسمها. كات. عندي فرصة للتلفزيون. يا بابا أنت من ساعة ما شوت العب تفهم ازاي مع صوت التلفزيون؟ ماشي. يلا تلفزيون. شوف شوف بقى يا اخي ده انت بطيء. ايه انت من ساعه ما قعدت وانت عمال تاكل 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 يا اما مركز في التليفون؟ ما تركز معايا شويه. والله العظيم بيلن. والله العظيم بيلن.
انت عايز ايه؟ طيب شوف بقى، الدكتور قال لي عشان حالتي النفسيه تتظبط لازم اقعد اسبوعين على البحر. لا 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 لا، حاسب فاول فاول، واسافر بالطياره لاي بلد لمده اسبوع، او اقعد كام يوم في فندق. هاي يا حبيبي، ناوي توديني فين؟ هوديك عند دكتور تاني. دكتور تاني؟ كات. ايش ايه يا ابني الكلام اللي بتقوله ده؟ زي ما بقولك كده بالظبط يا ابني، انت متجوز جوهرة، عارف يعني ايه جوهرة؟ يعني كل الناس بيحسدوك عليها. بيحسدوني عليها؟ انا اسف، انا اسف. يلا باشا، يلا باشا، يلا تاني، ايه يا ابني الكلام اللي سيدوان؟ زي ما بقول لك كده سيدوان. مش كمان، يلا ايش ايه يا ابني الكلام اللي بتقوله ده؟ زي ما بقول لك كده بالظبط يا ابني، انت متجوز جوهرة، عارف يعني ايه جوهرة؟ يعني كل الناس بيحسدوك عليها. جوهرة؟ الشك هيموتني. وانت ايه اللي خلاك تفكر في كده؟ امبارح الهانم وهي نايمه كانت عماله تهفف بالكلام وتقول لا يا امير، لا يا امير. يا ابني ده حلم، بتشك في مراتك عشان حلم. طب ايه رايك بقى، من يومين غلطت في اسمي ونادها بقى يا كريم. عادي يا عم، ممكن تكون بتتفرج على مسلسل فاطمه وعايشه الموت شويه. عايشه الموت شويه؟ طب اصبر يا جماعه، اصبر. انت ايه في ايه؟ مش بقول لك الحركه دي اللي انا عامله المايك، المايك عمال يعمل. حاضر. اول خالص حضرتك، اول ايدك يا باشا ومدد ايه بقى؟ نرفز مثلا اول شك هي موجود. لا مش هستعملها، بس يلا حواك هي بس. ايه يا ابني ايش ايه يا ابني الكلام اللي بتقوله ده؟ زي ما بقول لك كده بالظبط يا ابني، انت متجوز جوهره، عارف يعني ايه جوهره؟ كل الناس بيحسدوك عليها. بيحسدوني عليها؟ الشك هيموتني. وانت ايه اللي خلاك تفكر في كده؟ مفيش، امبارح كانت نايمه وقعدت تهلفط وتقول لا يا امير، لا يا امير. يا ابني ده حلم، يخليك تشك في مراتك. طب ايه رايك بقى، انها من يومين غلطت في اسمي وبتنده عليا وقالت لي يا كريم. عادي يا عم، ممكن تكون كانت بتتفرج على مسلسل فاطمه وعايشه الموت شويه. عايشه الموت؟ طب من اسبوع وانا راجع من الشغل نادت عليا وقالت لي وحشتني يا باسم. لا بقى والله، انت شكلك كده ظالمه، حرام عليك. سيبك من السيره دي، هو كريم راح فين النهارده؟ عدى عليه باسم وراحوا مشوار. روق بقى يا صاحبي. مش قادر، هتجنن يا امير، هتجنن. كب يلا زي ما انتوا. اكشن. ايه يا ابني الكلام اللي بتقوله ده؟ زي ما بقولك كده بالظبط يا ابني، انت متجوز جوهره، عارف يعني ايه جوهره؟ يعني كل الناس بيحسدوك عليها. بيحسدوني عليها؟ الشك هيموتني. وانت ايه اللي خلاك تفكر في كده؟ امبارح الهانم كانت نايمه قعدت تهلفط بالكلام، لقيتها بتقول لا يا امير، لا يا امير. عادي يا ابني ده حلم، هتشك في مراتك عشان حلم. طب ايه رايك بقى، انها من يومين غلطت في اسمي وبتنده عليا وقالت لي يا كريم. عادي يا عم، ممكن تكون